أهلا بكم. اليوم الأهم واليوم الأكثر متعة في الناس الحلوة والحوار الأكثر علما والأكثر تفصيلا. والنهاردة هنأكد على معلومات مهمة جدا، معلومات قيمتها أن الوقاية لها دور مهم أوي. الوقاية تستمد من فهمك لموقعك في عيلتك، موقعك في العوامل الخطر التي تحيط بيك، لأنه في ناس كتير قوي ما عندهاش إدراك لعوامل الخطر اللي ممكن تكون منها حاجات نقدر نستبعدها بسهولة، ومنها حاجات فرضت علينا بسبب مثلا السن، ما هو مش نقدر نستبعد السن. عامل مرضي زي الضغط هنقدر نتحكم فيه لكن مش هنقدر نلغيه. عامل مرضي زي السكر موجود في الجينات لكن نقدر نحد أو نحد من قوته. لكن في عوامل مهمة وخطيرة جدا لأمراض يمكن الابتعاد عنها، زي التدخين. ما هو التدخين دي سجارة هترميها، ما هيش سن ولا مرض وراثي ولا عيب جيني، دي مجرد سجارة هترميها، ولو إن ساعات يكون العبء ده تقيل على بعض الناس. الكحول، ما هو مش معقول إن أنا أقول لك السجارة ترميها والكحول مش هتقدر تتخلى عنه، ده الكحول أساسا محرم. غير كده كمان التوتر العصبي عامل مهم جدا لبعض الأمراض، أقدر أقول لك قلله أو خففه شوي. النهاردة الحوار الأمتع مع القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير، الأسطورة الحية للعلوم الطبية، أستاذ الأساتذة اللي تعلمنا منه كتير. النهاردة حوارنا مع الاسم الكبير أستاذ الدكتور حسام موافي. بلاش إن الواحد يعمل لحد سونار ما يكونش فاهم فيه لمجرد إنه يعني بيتمنظر أو بيطمنه، ده كارثة. كلمة مرض مزمن في الكبد 99% هو تليف. الهيموجلوبين مادة سامة، الهيموجلوبين ممكن يأذيني. البول بقى ناس كتير بتستهبل. البول جزء من وظائف الكلى، يعني ساعات كتير قوي دكاترة يطلبوا وظائف كلى وما يطلبش بول. ينساه، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى اورام كبد شخصيا او جياله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص من الوجات الصوتيه. الوجات الصوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه. الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكرة إن أنا خايف أعمل الشيء اللي يطلع عندي. الأستاذ الدكتور حسام موافي، عضو مجلس جامعة القاهرة، عضو لجنة الإعجاز الرباني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. اسمحوا لي ان ارحب باستاذي استاذنا استاذ الكل استاذ الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجه، الاستاذ بكليه طب قصر عيني جامعه القاهره والعميد السابق لها. اهلا بك يا استاذنا، شرف كبير لي هذه الزياره الجميله. الوقايه قبل ما ندخل في الحالات، حاجه يفتقدها الكثيرين جدا الان، عوامل الوقايه مش مفهومه عند الناس. احنا اطفال سننا 7 سنين ولسه داخلين مدرسه جديد نوفي،
تعلمنا كلمة سهلة جدا، الوقاية خير من العلاج. احنا قد كده وفضلت تكبر جوانا، اللي ما يعرفش ان الوقاية خير من العلاج يبقى مقصر، مقصر في حق نفسه. يعني زي ما انت قلت المثل الجيد جدا، التدخين، الامتناع عن التدخين وقاية من مليون حاجة مش حاجة واحدة. الأكل الكتير، الأكل القليل وقاية من مليون حاجة. الانفعالات زي ما قلت كل ده وقاية. الوقاية يعني تحمي نفسك، ده حاجة ألف به يا أيمن. يعني في الحالات هيبقى دايما برضو رؤيتنا لموقع الإنسان ده من الحالة المرضية، لأنه في هيستوري أو في تاريخ للحالات اللي مبعوثة، سواء مبعوثة لحضرتك أو مبعوثة للصفحات بتاعتنا. العيان بيوصف موقعه من العيلة، من مشاكل العيلة، من أبوه ومن إخواته أو إلى آخره. أول هذه الحالة بيقول: أنا راجل في نهاية الأربعين من عمري بيعاني من ألم شديد في الصدر متكرر وله علاقة بالمجهود. عنده أسرة، توفى والده فجأة، وأخوه عمل عملية قلب مفتوح، وأخ آخر ركب ثلاث دعامات وهو مدخن، والألم بتاعه كمان يعني إلى حد ما يعني بيزيد في الفترة الأخيرة. هل من خوف؟ يعني من خوف؟ لا، هل من رعب؟ مش من خوف، لا. في حاجة اسمها عوامل الخطورة في الشريان التاجي. يعني إيه عوامل خطورة في الشريان التاجي؟ يعني مثلا هم خمس حاجات، إذا توفر فيك حاجة واحدة أقلق، طب حاجتين أقلق أكتر، طب توفر فيك ثلاث حاجات أخد بالي، طب أربع حاجات، طب خمس حاجات. كل ما زادت عوامل الخطورة في إنسان أخلي بالي جدا. عوامل الخطورة دي تبدأ بالسكر، اللي عنده سكر فهو عامل من عوامل الخطورة في الشريان التاجي. اتنين، الضغط، الضغط عامل من عوامل الخطورة في الشريان التاجي. تلاتة، الكوليسترول العالي عامل من عوامل الخطورة في الشريان التاجي. أربعة، أسرة سيئة السمعة، زي عيلة الأخ اللي بعت سؤال، أبوه مات فجأة وأمه عاملة قلب مفتوح وأخوه مركب دعامات، دي سيئة سمعة جدا. نمرة خمسة، سيئة السمعة في الناحية المرضية طبعا طبعا، خلاص الناس حفظتها بقى. أو التدخين، أدي خمس عوامل. الراجل ده متوفر فيه إيه؟ هو ما قالش عندي سكر ولا، وما قالش عندي كوليسترول ولا، ما قالش الاتنين دول مهمين، ولا قال ضغط. ففي ثلاث عوامل بس عاملين مهمين جدا. هو مدخن من أسرة فيها قلب، ده أنا لو أنا منه أعمل قسطرة بكرة. هو بيقول أنا عندي آلام لها علاقة بالمجهود، قد تكون ذبحة صدرية، فده مش عايز مناقشة خالص، ده بكرة يروح يعمل قسطرة عشان نشوف إيه المشكلة. والله هو خايف قوي من القسطرة، في أشعة مقطعية هتقول له في ضيق ولا لا وكده، ده ما قبل قسطرة. بس لو عايز نصيحتي ما ياخدش الصبغة مرتين. أنا بقول لك 100% هيطلع حاجة في الشريان التاجي، 100%. لأن إحنا يا أيمن عندنا حس، الحس الطبي ده مهم جدا جدا. فهو بدل ما ياخد الصبغة ويعمل أشعة مقطعية يطلع فيها ضيق، أقول له طب اعمل قسطرة عشان أوسع لك الضيق ده، من الأول يعمل قسطرة ويريح نفسه تماما. ده مريض خطير. شاب عنده 26 سنة بيعاني من 3 شهور من صداع شديد، بيجي الصبح عندما يقوم من النوم ويعاني من قيء. القيء ده ملوش علاقة بالأكل، من أيام بقى بدأت عينه تزغلل. وهل من قلق؟ ده فيه قلق شديد جدا. طبعا طبعا. هو التلاتة بتوعنا دول، صداع، قيء، زغللة عينين، تساوي ارتفاع في ضغط النافوخ. احنا نافوخنا ده في المخ، المخ حوالي سائل، السائل له ضغط، السائل له ضغط. ارتفاع هذا الضغط يؤدي الى ثلاث حاجات مهمة جدا: الصداع وزغللة العينين والقيء. والقيء اللي ملوش علاقة بالاكل. الولد ده ذكي جدا انه ياخد باله ان القيء ملوش علاقة بالاكل. لكن في ناس كلها تعتقد ان انا بتكلم على ورم في المخ، مش شرط، مش شرط اطلاقا. ارتفاع الضغط السائل اللي حوالين المخ ممكن يكون اولي،
وحتى اسمه حميد بناين انكريز انتركرينال تنشن، ده مرض ارتفاع في الضغط حميد، ممكن يكون ورم وممكن يكون كيس، كيس مش شرط ورم، كيس في الجمجمه يعني حجمها ثابت عظمه وفيها مخ، لو حطيت معاه حاجه تانية الضغط هيعلى. انت عندك كيس نايلون في لب، لا انا مصر احط معاه برتقانه فالكيس حيت نفس الكلام. فلو اتحط اي حاجه في الجمجمه مع السائل ده هيعلى ضغطها. اعراض ارتفاع الضغط الثلاث حاجات اللي هو قالهم، صداع اكتر الصبح. ليه؟ لان هو نايم فليت، فالاحتقان بيزيد من الوضع ده، الوضع ده احسن للمخ من النومه، عشان كده الدم ما يتسحبش. فصداع شديد جدا اكتر الصبح، قيء لا علاقه له بالاكل، وزغلله عينين عشان العصب البصري بيبتدي يتورم. فده يعني يروح يعمل رنين مغناطيسي، اولا يسلم نفسه لدكتور اعصاب، يسلم نفسه لدكتور اعصاب، هيطلب له رنين هتبين كل حاجه كل حاجه، لكن ان هو تبقى حاله نفسيه او كده بعيده شويه. قبل ما نكمل الحالات انا عايز اقول لحضرتك على حاله بتاعه حد قريب مننا، يعني اعرف مش اعرفها بشكل مباشر لكن هي صديقه للصديقه. يعني الحاله دي اتصلوا بيا وانا هقول الحاله لانه ليها بنفيتس حضرتك هتشرحها دلوقتي مهمه جدا للناس. نص الاربعينات 45 سنه قاعده عايشه لوحدها، ما بتشتكيش كانت من حاجه غير من صداع فترات كده بيجي لها بقاله شهر شهرين، وفجاه كانت وهي بتتكلم في التليفون فقدت الوعي ووقعت، اتنقلت مستشفى القصر العيني وبداوا يعملوا اشعاعات، بداوا يعملوا الاشعه لقوا حوالين المخ في هيماتوما، بيقيسوا الضغط لقيت الضغط في السماء. القصه دي على فكره محزنة. قصه محزنه جدا. نفهمها من حضرتك. من احسن الحاجات اللي اتعملت في مصر ان لم تكن احسن حاجه، مليون صح. حمله مليون صح دي رقم واحد، يعني في الانجازات 100 مليون رقم صح. واحد 100 مليون صح. لماذا؟ انا عندي عدد كبير جدا في شغلي الخاص، في شغلي الخاص في عيادتي عدد كبير جدا يقول لي ما كنتش اعرف ان عندي ضغط. وده جاي لحضرتك لسبب تاني خالص. جاي لا ده ما كانش يعرف وهو بيعمل عند 100 مليون صح. هم بيشوفوا له الضغط. روح لدكتور ده انت عندك ضغط عالي. عدد كبير جدا يا ايمن. وسكر ما كنتش عارف ان عندي سكر، وفيروس سي ما كنتش عارف ان عندي فيروس سي. ففعلا من احسن الحاجات اللي لمست صحه المصريين 100 مليون صح. طبعا عمل ايه؟ اكتشف ناس عندها ضغط ما يعرفوش، واكتشف ناس عندها سكر ما يعرفوش. الست دي لو كانت بتكشف دوريا كانت عرفت ان عندها ضغط، انما الضغط للاسف الشديد تاني للاسف الشديد في تلت الناس واكتر ملوش اعراض، اكتر من تلت الناس ملوش اعراض، ماشي زي زيك ولا مصدع ولا دايخ ولا حاجه، ويفاجأ بالمضاعفات. احد المضاعفات نزيف المخ، احد مضاعفات الضغط. عشان كده يا اخوانا لازم الضغط يتقاس روتينيا روتينيا، ولو كان طلع عالي نقيسه تاني، لان ساعات الضغط النفسي يعلي الضغط شويه، فممكن جدا اقيس لك صدفه كنت انت متضايق ولا حاجه تقيس مره واثنين وثلاثه، لكن الضغط من الروتينيات اكتر من التلت ما عندوش اعراض. ودي يبقى واخد السكر والضغط، السكر والضغط. ممكن جدا يبقى مريض سكر ما عندوش اعراض، لا بيقوم يتبول بالليل ولا بيعطش ولا بيخس، ادي التلاته بتوعنا ما عندوش دول. وبتاع الضغط كل الناس معتقده الضغط سوى صداع، لا لا خالص، ممكن يبقى عنده ضغط عالي جدا وما عندوش اي حاجه وسايب نفسه. هو ما يعرفش غلبان. هو سايب نفسه دي بمعنى انه ما بيعملش كشف دوري. كشف الدوري مهم جدا جدا جدا. يعني 86 سنه راجل بعت لنا بيقول انا بنسى بطريقه سخيفه، تعبيره ده جميل قوي عجبني، ان هو كتب
انا بنسى بطريقه سخيفه سخيفه تعبير يعني جميل. هو داري انه بينسى وهو داري انه بينسى ومتضايق وراح لعشرين دكتور كل دكتور كتب له علاج مختلف عن التاني. المسؤول عن الذاكره في المخ الفص الامامي. الفص الامامي هو المركز المسؤول عن ميموري الذاكره وبيرسوناليتي الشخصيه. يعني نازل الصبح بلبس بدله ممكن البس بيجامه لو الفص الامامي اتذاكر. واحد بعت لي انا بيقول ايه؟ انا ملاحظ ان بنتي ملامحها بتتغير بشكل كبير وبدات تقلع الخواتم لانها بتقول لي ان مقاساتها بدات تقل عليها. وبيقول كمان انه ايديها وكف ايديها بدا يتضخم بشكل كبير ومناخيرها وشكلها ما بقاش هو الشكل الطبيعي بتاعها. هو ورم في الغده النخاميه اللي بيطلع هرمون النمو. ساعات يطلع بصوره فظيعه في غير وشك وفكك يطلع كده شكله بيبقى فظيع. تعاني من الم شديد في ركبتين وزنها 140 كيلو. طبعا الركب مش هتتحمل هذا الوزن ولو رحت لاي دكتور ركب اولا هيرفض يغير ركبه هيرفض والعلاج مش هجيب نتيجه يا امي خالص. لازم انت 50 سنه بسرعه نزلي وزنك لان الركبه لا تتحمل هذا. لا حل يا امي لا حل سوى انقاص الوزن. بعد انقاص الوزن بقى نتكلم في الركب ان كانت باظت خالص نغيرها لك ان كانت لسه فيها الامل نعالجها. كتير من الناس بتشتكي من المايه البيضاء ودي قصه واضحه جدا وباينه جدا وبرضو انا شايف انه الثقافه بتاعت الناس المفروض تتقدم في انها ازاي تكتشف مبكرا ازاي تبقى عندها الثقافة والرغبة انها تعالج المية البيضاء. فكرة العملية باختصار شديد ان انا بستبدل العدسة دي بعدسة تانية. انا ممكن اقول اصلا انا عايز اعمل السمك ده 100 مايكرون عمري ما هعرف اظبطها بمشرط استحالة ولو كنت انا جراح يعني ايه. فهنا بعد ما بنعمل قطع ده شعاع ليزر بيصلح عيوب الابصار.